عليك يا رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالفاجعة العظمى والمصاب الجلل بذكرى استشهاد أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب. وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثاره مع إمام مهدي منتظر صلوات الله وسلامه عليه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. صل على محمد محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عجبا كيف دهى صرف القضاء أسد الله علي يا المرتضى. عجبا كيف دهى صرف القضاء أسد الله علي المرتضى. عجبا للسيف قد أودى به وهو سيف الله ذاك منتظايا. يا لرزء صدع الصم الصفا ومصاب فاتق قلب المويا. هدمت والله أركان يا 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 الهدى يا
فلتسيح فلتسح منا عليه إلى دموعه ما دجى ليل وما صبح نضى إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هدية إلى روح إمامنا وقائدنا وعظيمنا وشفيعنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الأديان كلها وأخص منها الإسلام تجعل على الإنسان المؤمن رقيبا دائما. طبعا هاي عقيدة كل الأديان إن الله كان عليكم رقيبا. الله سبحانه وتعالى يراقب ويرى كل شيء، ولكن أضف إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب إن الله خلق شهودا للإنسان، وهذه الشهود يوم القيامة تشهد عليه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب شاهد ملك عتيد من الطرف الثاني. ويوم يقوم الأشهاد في تفسير هذه الآية المباركة تفاصيل، كلما تراه عينك يوم القيامة سوف يشهد عليك. هذه كلمة مو صغيرة إخوان، يعني الإنسان حينما يكون في مكان ما إذا لا سمح الله وقع في مستنقع العصيان والمعاصي، كلما تراه عينه يشهد عليه. يعني افرض هناك اشجار، ماء، ارض، قماش، ايد، رجل، شنو الذي يشوف؟ هاي كلها اشهاد تصير يوم القيامه ضد الانسان. هذا شيء عجيب. ويوم يقوم الاشهاد في ليله القدر، هذا لازم نركز اخواني يا شباب. هذه الليله يقدرون لكل إنسان على الأرض، بل حتى للحيوانات والجمادات والنباتات تقدر كل المقادير في ليلة القدر. متى بناء فلان يتمرض، مريض يصحى، يموت يصير فقير، فقير يصير ثري غني، كلها تكتب للإنسان في ليلة القدر، ليلة التقدير، ليلة عظيمة ليلة القدر. والله سبحانه وتعالى يؤكد بأن ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني إذا تعمل الآن أي عمل أحسن مما أن تكرر هذا العمل ألف شهر، يعني أكثر من 80 سنة تكرره، هذيل ثوابه أكثر. أي عمل، أنا ما أريد أخصص عمل معين، الأعمال الصالحة كثير وأنتم أعرف.
إذن كلمة ذهبية للإمام الصادق عليه السلام، يقول من أحيا ليلة القدر بالعبادة. الحين إلى أذان الصبح لا تنام، الأعمال ما شاء الله أقلا صلوا هذه الصلوات الثلاث، صلاة كلهم بنية صلاة هذه الليلة، صلاة ركعتين كل ركعة بعد الحمد ثلاث مرات قل هو الله أحد، صلاة ركعتين أخرى كل ركعة بعد الحمد سبع مرات قل هو الله أحد، صلاة ثمان ركعات كل ركعة بعد الحمد مرة قل هو الله أحد. هاي الصلوات الصغار، الأعمال الصغيرة إلى الأعمال الكبيرة مثل دعاء الجوشن الكبير. والله يحب أن يسمع كلام وتضرع عباده في حال العبادة. يصيرون مجموعة من الشباب في جانب في أي مكان، في بيت في مسجد في حسينية، هاي الحسينية المباركة مفتوحة إلى الصلاة، يبدأون بدعاء الجوشن الكبير، سبحانك يا لا إله إلا أنت، اتوسل أغثنا أجرنا من النار يا مجير. هذا واحد دعاء المجير. دعاء الجوشن الكبير، الغوث، الغوث خلصنا من النار يا رب. اتصور بتصور ذهني أن هناك نار، الله يقول بالقرآن هذا الموضوع أحاط بهم سرادقها. احنا بالدنيا الآن إذا في مكان لا سمح الله صار حريق يحاول الإنسان أن يهرب، ولكن يوم القيامة سرادق النار يعني حيطان النار تحيط بالإنسان بالفرض. يريد واحد يفر ما في فرار. إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، حيطانها جدرانها. طيب هنا يستغيثون في ناس في مستنقع طايحين، وأكو رب مقتدر فوق ينادوا الغوث الغوث. الآن إذا تقول الله سبحانه وتعالى ذاك اليوم يستغيثك يعطيك، الآن لازم تطلب، قول خلصنا من النار يا رب، إن شاء الله الله يخلصك. أما هذاك اليوم لا إله إلا الله. يا جماعة الخير بلغة القرآن دا أتكلم وياكم، الله بالقرآن يقول وإن يستغيثوا يغاثوا، نعطيهم يستغيث أن يطلب الغوث، يطلب المي، يطلب شيء يبرد قلبه، نعطيهم إيش؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء، ما يقول يغاثوا بالمهل، يقول بماء كالمهل. المفسرون هنا عندهم كلام جدا واسع، لأن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، يعني ثمرات الآخرة لأهل الجنة مو مثل ثمرات الدنيا. وأتوا به متشابها، شبه أكو، ولكن وين؟ وين رطب الجنة إلى رطب الدنيا؟ وين تفاح الجنة إلى تفاح الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى يعطيكم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بالطرف الثاني الله سبحانه وتعالى يعذب المعاندين في نار، هاي النار الرسول الأعظم يقول لو ألقيت حلقة منها، حلقة واحدة على الأرض لأحرقت الأرض، ولو ضرب بمقمع، كلام رسول الله، ولو ضرب بمقمع من حديد، اللي الله يقول بالقرآن ولهم مقامع من حديد، مقامع يعني هراوات خيزران، لو ضرب بمقمع من حديد على جبل لتفتت رمادا، ما يقول غبارا، الجبل يحترق بضربة واحدة، منو اللي يتحمل هناك؟ وضع النار مو مثل نيران الدنيا، ولا عذاب الآخرة كعذاب الدنيا. ماء كالمغل، المغل يقال للفلزات الذائبة من أثر الحرارة. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمغل،
نعوذ بالله الإنسان الذي في العذاب بالشكل العذاب والنار تحرقه اللي بي حتى هاي الكاسة هاي الطاسة اللي بيها ماء كالمهر والله أعلم يقرب من شفاهه حر جهنم يريد يشرب. الله يقول قبل ما يوصل للشفاهه يشوي الوجوه عينه لحمه خده كله يطيح بهاي الطاسة. الله ربكم يقول بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذاك اليوم هذاك العذاب الحين الطريق مفتوح معكم. يلا يلا حياكم الله ساعتين ثلاث ساعات بعد اكثر ما باقي الى اذان الصبح. صيروا مجموعه نادوا ربكم الغوث الغوث قول خلصنا من النار يا رب اتوسل بي حتى الله سبحانه وتعالى يفتح لك المجال. الان في الدنيا في مجال في مجال التوبه. ما ادري شنو قرار يكتبوا لي ويكتبوا لك الليله ولكن اذا هالليله سويت الصالحات اذا قضيت بالعباده الله سبحانه وتعالى يقضي لك بالحسنى. السنه الجايه ان شاء الله تنجح بالامتحان تتوفق بالتجاره تتوفق في اعمالك الله يبعد عنك البليات والعاهات والافات والامراض وبلاوي الدنيا والاخره ان شاء الله. هالليله ليلتها إذا الإنسان صار قرار هالليلة أيضا ينام ليلة القدر وليلة شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذا لا يتوقع الإنسان الذي يريد هالليلة يتكلم مع الله يريد يناجي. والحمد لله أنتم موفقون حقيقة الآن ساعة السحر الله وفقكم في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام. تحب الله إن شاء الله يا مدعي الحب قم قم إن كنت تهوانا واترك كراك فإن الصبح قد آل. شوي بعد تطلع الصبح لا تنام هالليلة. الأئمة عليهم السلام كان إذا يريد واحد من أطفالهم شبابهم ينام يصبون مي على وجهه ينضحون مي على وجهه حتى لا ينام. إذا لا كان أعرف بالدنيا بأي وسيلة هالليلة ما أدري. مؤمنين مؤمنات ليلة القدر وليلة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طيب الإنسان في عالم الدنيا عنده رقيب. البحث شوية شيق ولكن عندي مسألة المقتل وأريد أراوس وبعدين المجلس معدكم لطم وعزاء ليلة شهادة أمير المؤمنين. ولذلك مع ذكر المراسم العظيمة الذي عدنا في مسألة رفع المصاحف شوية أحاول أن ألخص أخلي تفصيل البحث للليالي القادمة. أما خلاصة البحث الإنسان في عالم الدنيا عليه رقيب وكل شيء تراه عينك يوم القيامة سوف يشهد. إن شاء الله يشهد لك لا عليك يوم القيامة. هذا الشاب اللي قاعد هناك أقول سووا قيام تعالوا لي قدام يجي متر والله يوم القيامة أرضي أن تشهد له. هذيك الأرض تقول إلهي قعد علي سمع دعاء السحر. هاي الأرض تقول قعد علي سمع مجلس أمير المؤمنين عليه السلام. الأرض تشهد لك هاي السماعة تشهد لك هذا المنبر يشهد لكم ما تصدق هاي الحيطان السقف يعني شنو تتصور تشهد لك يوم القيامة. إلهي فلان كان في مجلس علي بن أبي طالب ليلة القدر هنيئا لك. أما يجيبون بعض الناس يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم يريد يتكلم ختم أكو بالشمع شادين حلقة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لا ما استحي خلي أقول كلام الإمام الباقر عليه السلام في تفسير الآية المباركة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا لجلود الجلد. الإمام الباقر يقول تفسير هذه الآية اسمعوني زين أي قالوا لعوراتهم يقول للعورة ليش فضحتني أنا زنيت أنا سويت الغلط ليش فضحتني. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
بينك وبين ربك هالليلة لما نقولك توجه للقبلة واستغفر الله بينك وبين ربك قول إلهي أنا الذي أذنبت أنا الذي عصيت الآن جئتك تائبا بينك وبين الله شباب توبوا إلى الله وقل اعملوا يا رسول الله قول لهذول الناس اعملوا فسير الله الآن الله دي يشوف ما يقول فسوف فسير الله الآن فسير الله عملكم ورسوله رسول الله الآن في المدينة المنورة مدفون ولكن روحه الطاهرة عندكم الآن فردا فردا دي يشوفكم النبي نص القرآن بعد والمؤمنون وين المؤمنون القرآن يفسر بعضه بعضا لما يقول إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون من هذول اللي بهم هاي الصفة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أجمع المفسرون الذي في حال الركوع أعطى الزكاة وأنفق الخاتم في سبيل الله هو سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إذن الغرض من المؤمنون هم أئمة الهدى الآن الإمام أمير المؤمنين روحه الطاهرة في هذا المجلس وأمثال هذا المجلس أينما يقام في العالم يشوفكم الآن الأئمة عليهم السلام ينظرون إليكم الآن فردا فردا الإمام المهدي روح له الفداء ينظر إليكم يعرفكم بأسمائكم أسماء روايات عندها أسماء آبائكم أسماء أمهاتكم نياتكم شنو بقلبك هالليلة كلها تنزل على ولي الله الأعظم الله ما يقول تنزل يقول تنزل فعل مضارع استمراري تنزل الملائكة والروح الروح هو الملك الأعظم هذه الليلة ينزلون كل التقادير عند صاحب الأمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام على الأرض عدما عند ولي الله الأعظم الإمام المهدي عليه السلام دي يشوف صحيفتك الليلة يقول إلهي فلان هالليلة كان في مجلس جدي أمير المؤمنين فلان هذه الليلة سوى صدقة فلان هذه الليلة صلى صلاة الليل إذا قرار هالسنة القادم يشوف فلان بلا بعدوا عنا إن شاء الله بدعاء ولي الله الأعظم هالليلة يشغلكم الدعاء إن شاء الله ليلة أمير المؤمنين والإمام حي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لا تحسب أن الذين قتلوا فكيف أمير المؤمنين وهو سيد الشهداء وسيد الأئمة سلام الله عليه بالمناسبة أذكر على السريع رجل اسمه داود بن علي كان من شياطين بني العباس أنا في الليلة الماضية أو قبلها ذكرت للإخوة والأخوات أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أوصى وإن شاء الله إذا صار مجال راح أقرأ لكم مقاطع من وصية أمير المؤمنين عند المقتل الإمام عليه السلام أوصى بأن يدفن سرا وفي مثل هذه الليلة صارت العجائب طيب ممكن هاي الساعة كانت ما أدري وقت السحر طبعا ذاك اليوم السحر وين الناس إذا صلوا ما كان كهرباء بعد صلاة المغرب والعشاء الناس شوي يقعدون يقرون أدعية ينامون الإمام علي عليه السلام قضى نحبه وقت السحر ساعة السحر قال للحسن والحسين احملوا جنازتي جدام التابوت انتوا ما تشيلوا انتوا ترفعون الخلف الجدام بيد جبرائيل وميكائيل هم ياخذون الجنازة ينزلوكم في مكان اذا شفتوا مقدمة الجنازة نزلت انتوا نزلوا المؤخرة بمجرد ان نزلت ولدي حسن على يمين التابوت وين نزل تحفر الارض سوف ترى قبرا جاهزا حفره لي جدي نوح هناك هناك قبر آدم ونوح قبر علي بن أبي طالب هناك تدفنوني وتحيل التراب علي في تفصيل الآن ما أقرأ التفاصيل بعد ذلك الإمام الحسن سلام الله عليه عفى عن قبر أبيه ما حدا ما كان وياهم إلا الحسن والحسين هذه الليلة لما أخذوا الجنازة المباركة طيب هاي القضية عظيمة وعجيبة وكلكم سامعين ولكن فيها الثواب بالرجوع بالرجوع الإمام المجتمع والإمام الحسين مر على خربة تعرفون اللي متشرفين إلى زيارة أمير المؤمنين من النجف الأشرف من النجف إلى الكوفة 6 كيلومترات طريق في الطريق في خربة سمعوا أنين تدرون في ظلام الليل والناس نايمين
في الصحراء أكل صوت واحد يسمع، سمعوا أن الواحد يهم كأنه في اللحظات الأخيرة من عمره. جاء الحسن والحسين خربا، رأيا رجلا أعمى عاجز شلل، لا عنده إيد لا عنده رجل لا عنده عين، طايح على الأرض أجلكم الله موسخ نفسه ليئن سكرات الموت اللحظات الأخيرة. رأس الإمام الحسن عليه السلام إجا كالأبي المرؤوف، أئمتنا هكذا، مسح دموعه قعده نظر فوق، شفيك ما يعرفون، قال أنا عين ما عندي أقول لكم ولا أشوفكم. كان أكو رجل، هذا الرجل كل ليلة كان يمر عليه. إخواني القضية تحتاج إلى تحليل في الواقع. رجل مسؤول حاكم على أكثر من 2000 مدينة بالعالم، مع قلة وسائل الارتباط آنذاك، ما عنده شغل ما عنده عمل، شلون نصل ليه؟ كل ليلة كان يجيني رجل يضع اللقمة في فمي، ما عندي إيد ما عندي رجل أروح للحمام، صعب على اللسان واحد يجي. من أكم حاضرين يشف ابنه؟ أبوه واحد أبوه يودو دار العجزة، أبوه ما يتحمله. الآن عندي مجلة موجودة، عندي مجلة الجريمة الآن عندي مع الصورة حاط، رجال عنده 3 بنات وولدين أو ولدين أو بنتين وثلاث أولاد، يقول أهلي أولادي وبناتي ما أتحملوني طردوني من البيت دي يعيش بالصحراء، حطي صورته اللي يريد أراوينا المجلة. هذا في عصر العلم والتقدم وهذا العالم، ابن بنت ما يتحملون أبوهم، وأبوهم مو مقعد، فكيف إذا كان مقعد لازم ينظفون. أمير المؤمنين يصنع الذي الأم قليل ما تصنعه مع صغيرها، لا كان ينظفني يعلم ويفهموني شنو معنى، يضع اللقمة في فمي ينظفني، ملابس إذا وسخ يوديهم يغسلهم يجيب لي ملابس. الإمام الحسن عليه السلام قال له زين ما عرفته؟ قال أنا ما عندي عين أشوف. الإمام عليه السلام قال له ما كان عنده علامة لما يجي عندك؟ قال ليش؟ بمجرد أن كان يدخل في الخرابة كنت أسمع صوت التسبيح والتهليل من الحجر والمدر، هاي الحجارات الصخور تسبح وياه، وهذا القرآن يذكر حول داود يا جبال أوبي معه والطير، الجبال كانت تسبح الله، علي بن أبي طالب مقام أعلى من داود. فالإمام الحسن عليه السلام هنا بعد ما قدر يحفظ نفسه انفجر بالبكاء، والحسين كذلك. الشايب سئل قال لي يكون هذا الإمام هذا العظيم هذا الرجل الذي صاير فيه شيء أشوف ليتين ما جاي يمر عليه؟ الإمام المجتبى عليه السلام قال له نعم ذاك أبي علي بن أبي طالب. قال سيدي أين أبوك علي؟ قال يا شيخ الآن رجعنا من دفنه. لما سمع الرجل صاح صيحة طاح على الأرض، حركوه وإذا به ميت. فراق أمير المؤمنين صعب والله على الغريب صعب، احنا بعد 1400 سنة هالشكل الشباب لابسين أسود وهالشكل يبكون بدمع الحب على أمير المؤمنين، ايش صاير؟ فاقدين عزيز فاقدين إمام، ليلة ينطمون يقولون واويلا، ليلة يبكون على مصاب أمير المؤمنين، هالليلة إن شاء الله مراسم العزاء واللطم. عظيم هذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه. أوصى بأن يخفوا قبره، زين، وما مضت أيام إجا أولا الحجاج بن يوسف الثقفي من طرف عبد الملك بن مروان لا رضي الله عنه، الحجاج بن يوسف الثقفي والي عبد الملك بن مروان لعن الله والدا وما ولد، هذا جاء وأمر بنبش قبر علي بن أبي طالب، قال أنا أتحسر ليش ما كنت يوم عاشوراء مع قتلة الحسين، أتحسر ليش ما كنت أنصر عمر بن سعد،
اتحسر لماذا ما كنت اساعد عبد الرحمن بن ملجم. الحين روحوا فتشوا وين قبر علي، تقولي انقوا شو طلعوا لي جنازه حرقه. حفروا في ظهر الكوفه 20,000 قبر نبشوهم حتى يعثروا على جسد امير المؤمنين القضيه ما كانت سهله. راح الى ايام العباسيين، ايام العباسيين يوم من الايام، ايام هارون العباسي بالذات، رجل صياد. هذا الرجل الصياد عنده كلاب معلمه، كلاب الصيد. شاف غزلان، بعث كلاب الصيد خلف هاي الغزلان. الغزلان راحت راحت وصلت الى اكرم من التراب، هناك جلست على التراب، الكلاب ما تقدمت. عجيب. الصياد اجى كل ما اشر للكلاب ضرب الكلاب، الكلاب ما تقدمت. اتعجب الكلاب. الصياد كان من طرف هارون، هارون الفقير امير الفاسقين، عرفت هذا اللي كان فكر كله بالمؤمنين، هذا جاي عند الكلاب ويلعب بالكلاب ويدور على الغزلان، هذا امير الكذا. اي نعم، والى الان الناس يدافعون عنه، امير الكذا هارون. وبالكتب اللي يكتبون صاحب العصر الذهبي بالاسلام، هاي الفاجعه اللي الان في الواقع احنا اخواني فجائعنا كثيره منها فاجعه علميه عندنا، يعني خيانه بالتاريخ الاسلامي. هارون السفاك القمار الخمار، هارون الدكتاتور يصير امير المؤمنين وصاحب العصر الذهبي بالاسلام. يا اهل العالم، هذا هارون. الخبر وصل الى هارون ان كلابك ما يروحون على مكان اكو اكرم من التراب. هارون اجى شاب بالفعل الكلاب ما تتقدم، سال هاي الاكرم شنو؟ من عرف. شاف من بعيد رجل شاي طاعن في السن، سال من الشاي قال له شنو هاي اكرم التراب؟ قال له يا امير ما اقدر اقول. قال له، قال تعطيني الامان؟ تعطيني كلام ما تنبش القبر؟ قال نعم. قال هذا قبر ابن عمك علي بن ابي طالب. هنا الكلاب ما تتقدم، هذا قبر امير المؤمنين. هارون عليه اللعنه امر شويه اطراف القبر، هذا بدا من هنا قبر امير المؤمنين عليه السلام، رمموا القبر. بعد هارون اجى واحد من شياطين بني العباس داود بن علي، وهذا من اللعناء في التاريخ. داود بن علي عنده جماعه من المطيعين من الجلاوزه من الخدم، كان عنده عبد، هذا العبد كان قوي الهيكل ومن شده قوه بدنه ينادوه الجمل الاسود، الجمل الاسود هذا عبده. قال الربع شيلوا وياكم المعاول، نروح الى قبر علي بن ابي طالب، نحفر وننبش، شوف العباره هذه، وننبش هذا القبر الذي افتتن به الناس، حتى نبين للناس انه ماكو شيء في هذا القبر. هو بنظره ان الجسد المبارك صاير تراب ما في اثر، فجاءوا بداوا بحفر القبر بالروايه هالشكل، وصلوا الى عمق 5 أذرع يعني تقريبا مترين وشويه، وصلوا الى صخره، كل ما حاولوا مع الصخره شافوا ما يفيد، اجوا على الجمل الاسود ذاك القوي، اعطوه المعول، اخذ المعول العبد الاسود، الجبل الاسود كما يقال، نزل وشال ايده، ضرب ضربه قويه على الصخر، ضربه اولى، ضربه ثانيه، ضربه ثالثه، واذا به انسطر سطر على وجهه، من اين؟ ما يعرف. لسانه شكل صم وداخل القبر وقع يرجف. اجوا اطراف ينادون ما يقدر يحكي، رفعوه شافوا لحم ايده دي يتناثر هالشكل، لحمه دي يطيح، لحم جسمه تناثر في المكان، راح الى جهنم وبئس المصير بضربه من امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الامام حي يرزق، غلط اللي يتصور امير المؤمنين عليه السلام ما يشوف، لا، الله يقول يشوف، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله
والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. ما باقي شيء، ستردون قريبا يجيبوكم، تردون وستردون، هذا السيسي للتسويف السريع، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في الواقع في طول السنة أكو مجالات تبين للناس أنه يا ناس ترى ممكن قريب يكون، ممكن الأجل يكون قريب، ليلة القدر، ليالي الجمعة، مجالس الدعاء، والله فاتح لك الطريق، يلا توب إلى الله، ارجع إلى الله لعلهم يرجعون. أكو طريقة، ليلة القدر تعالوا إلى الله سبحانه وتعالى. مع كل هذا تشوف كثير من الناس والعياذ بالله يعاندون الله سبحانه وتعالى. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذي عرف زيف هذه الدنيا، يوم من الأيام أكو رجل إيراني من خدمة أمير المؤمنين اسمه زاذان، زاذان يقول أنا إجيت مع قنبر، سألت من قنبر قلت أخبرني عن عجائب أمير المؤمنين. قنبر قال من العجائب في واحدة من الحروب حصلنا على مقدار كثير من صحون الذهب والفضة، أي غالية كانت، الإمام عليه السلام وزعها على كافة المسلمين، أنا شريت كم طاسة من هذني خشيتهم للإمام عليه السلام، قلت لليوم الأسود. يوم من الأيام الإمام علي عليه السلام دخل البيت ولم يكن عنده حتى دينار واحد، ما عنده. شفت الإمام سلام الله عليه متغير اللون، البين مؤثر علي الجوع، قلت له يا أمير المؤمنين إني ادخرت لك بعض المال، قال وما ذاك؟ قلت يا أمير المؤمنين في المجلس الفلاني في الحرب الفلاني هذا قليل من صحون الذهب والفضة، الآن لو نبيعه يصير مبلغ ضخم. شوف عمارة الإمام. قال يا قنبر أتريد أن تحرقني بالنار؟ تأتي بالنار في بيتي؟ الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. الله يقول هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. حجية إذا عندك ذهب مر عليها سنة وما ملبوس هذا واجب تدفعي حقوق الشرعية. إذا عندك رصيد بالبنك بالأسهم بالدنيا ما أدري ما دفعت صار سنة وما دفعت حقوقك، هذا يوم القيامة يصير نار يحرقوك فيه. لا تتصور القضية تنتهي بأيام وخلاص نموت وإن شاء الله ليلة القدر خلينا القرآن على رأسنا، لا، تعالوا هالليلة نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نعرف هالليلة الطريق إن شاء الله. الطريق صعب ومستصعب. الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه الليلة، خلي شوي شوي بعد أجمع البحث، اليوم الصبح يعني يوم 20 رمضان، محمد بن الحنفية ابن أمير المؤمنين يقول نظرنا إلى كفي رجلي علي بن أبي طالب بان الإحمرار على رجليه من شدة السم فأيسنا منه. عرفنا أبونا رايح. الإمام علي عليه السلام اليوم أذن للناس أن يأتوه ويزوروه، كانوا يأتون إلى الإمام، الإمام عليه السلام من شدة الألم كان يجمع رجلا ويمد أخرى ويقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات فإني أعرف بها منكم من طرق الأرض، ثم كان يقول سلوني وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم. الناس كانوا يأتون يبكون يودعون عليا صلوات الله وسلامه عليه. إلى اليوم، اليوم صار بعد وقت المغرب أواخر الوقت، لما صار الإمام علي عليه السلام بعد قال جميع الأولاد والبنات يجون،
هجوا أولاده بناته أهله، ترى كل واحد آخر لحظات عمره يحب يكونون عياله أطرافه. أنا في الدول ذاك الغريب الذي راح وما عند أحد على رمضائك يا ربنا. ما يصير ما نذكر الحسين سلام الله عليه، هالليلة هو أمير المؤمنين عليه السلام أيضا ذكر ولده الحسين. أنا شوي شوي أريد أخذكم إن شاء الله، لأن أكو وراي مراسم الإحياء وأكو ورانا المجلس والعزاء، أقرأكم إن شاء الله بعض المصائب من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ووصية إمامنا وسيدنا علي بن أبي طالب روحي له الفداء، والأمر إليكم إن شاء الله. نشوف شي يصير إن شاء الله جريان ويصير هيجان في هذا المجلس، الكل توجهوا إلى أمير المؤمنين. خلي نفسك الآن مع الشيعة والموالين الذي كانوا يستمعون وصية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ليلة القدر. إن شاء الله تفاصيل المواضيع إلى الليالي القادمة. في مثل هذا اليوم اجتمع أولاد أمير المؤمنين حوله، وكان الحسن والحسين أشد الناس بكاء وحزنا، فكان الحسين يبكي ويقول: أبتاه من لنا بعدك؟ لا يوم كيومك إلا يوم رسول الله، من أجلك تعلمت البكاء، يعز علي أن أراك هكذا. فعزاه الإمام وسلاه ومسح دموع ولده، ووضع يده على قلب ولده الحسن وقال: يا بني، ربط الله على قلبك وأجزل لك ولإخوتك عظيم الأجر. ثم أقبلت بنات رسول الله وسائر بنات الإمام وجلسن حول فراشه ينظرن إلى أبيهم وهو بتلك الحالة، فصاحت زينب الكبرى وأختها: أبتاه، من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملأ؟ أبتاه، حزننا عليك طويل وعبرتنا لا ترقى. فضج الناس من وراء الحجرة بالبكاء والنحيب، وشاركهم الإمام وفاضت عيناه بالدموع. ثم اجتمع الأطباء ووصفوا للإمام أمير المؤمنين اللبن، لأن سيف بن ملجم كان مسموما، فكان اللبن طعامه وشرابه. ودعا الإمام بولديه وجعل يقبلهما ويحضنهما، لأنه علم أنه سيفارقهما، وكان يغمى عليه ساعة بعد ساعة. فناوله الحسن عليه السلام قدحا من اللبن فشرب منه قليلا، ثم نحاه عن فمه الطاهر وقال: احملوه إلى أسيركم عبد الرحمن بن ملجم. ثم قال للإمام الحسن: بني، بحقي عليك، إلا ما طيبتم مطعمه ومشربه وارفقوا به إلى حين موتي، وتطعمه مما تأكل وتسقيه مما تشرب حتى تكون أكرم منه. وفي صبيحة اليوم العشرين من رمضان استأذن الناس عليه، فأذن لهم بالدخول، فدخلوا عليه وأقبلوا يسلمون عليه، وهو يرد عليهم السلام ثم يقول: أيها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم. فبكى الناس بكاء شديدا،
ثم قال عليه السلام: هل من شربة لبن؟ فأتوه بلبن فشربه كله، فذكر ابن ملجم وأنه لم يترك له من اللبن شيئا. فقال عليه السلام: وتلاقوا له تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم قال: اعلموا أني شربت الجميع ولم أبق لأسيركم شيئا من هذا، ألا وإنه آخر رزقي من الدنيا. فبالله عليك يا بني، إلا ما شقيته مثل ما شربت. فحمل إلى ابن ملجم اللبن فشرب اللعين، ثم جمعوا لأمير المؤمنين أطباء الكوفة، ومن جملتهم أثير بن عمرو ابن غالي السكوني. فلما نظر إلى جرح رأس الإمام طلب رئة شاة حارة، فاستخرج منها عرقا ثم نفخه، ثم استخرجه من الجرح وإذا عليه بياض الدماغ كأنه قطن مندوف. فقال: يا أمير المؤمنين، اعهد عهدك وأوصي وصيتك، فإن عدو الله قد وصلت ضربته إلى أم رأسك. قال محمد بن الحنفية: لما كانت ليلة 21 جمع أبي أولاده وأهل بيته وودعهم، ثم قال لهم: الله خليفتي عليكم وهو حسبي ونعم الوكيل، وأوصاهم بلزوم الإيمان، وتزايد ولوج السم في جسده حتى نظرنا إلى قدميه وقد احمرتا جميعا، فكبر ذلك علينا وأيسنا منه. فنظرنا إلى شفتيه يختلجان بذكر الله، ثم نادى أولاده كلهم بأسمائهم واحدا بعد واحد، وجعل يودعهم وهم يبكون. فقال الحسن عليه السلام: أبتاه، ما دعاك إلى هذا؟ فقال: يا بني، إني رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله في منامي قبل هذه الكائنة بليلة، فشكوت إليه ما أنا فيه من الأذى من هذه الأمة، فقال لي: أدع عليهم. فقلت: اللهم أبدلهم بي شرا مني، وأبدلني بهم خيرا منهم. فقال لي رسول الله: قد استجاب الله دعاءك، سينقلك إلينا بعد ثلاث، وقد مضت الثلاث يا أبا محمد، أوصيك ويا أبا عبد الله خيرا، فأنتما مني وأنا منكما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زويا عنكما،
وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي هذا من المؤمنين بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يغون الله عليكم الحساب. الله الله في الأيتام لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم فإن الله ورسوله أوصيا بهم. الله الله في بيت ربكم. الله الله في الصلاة فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم. الله الله في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار. الله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم. الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به رسول الله قال أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم. ثم قال حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم وأستودعكم الله خير مستودع وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين. ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي. انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل. فإني سمعت رسول الله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. ثم التفت إلى أولاده الذين من غير فاطمة عليها السلام وأوصاهم ألا يخالفوا أولاد فاطمة يعني الحسن والحسين. ثم قال أحسن الله لكم العزاء ألا وإني منصرف عنكم وراحل في ليلتي هذه ولاحق بحبيبي محمد صلى الله عليه وآله كما وعدني. ثم أوصى وصيته وسكت هنيئه ثم عرق أجبينه فجعل يمسح العرق بيده فقالت ابنته الحوراء زينب أبا أراك تمسح جبينك؟ قال يا بني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن المؤمن إذا نزل به الموت ودنت وفاته عرق جبينه وصار كاللؤلؤ الرطب وسكن أنينه. فقامت زينب وألقت بنفسها على صدر أبيها وقالت يا أبه حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء وقد أحببت أن أسمعه منك. فبكى الإمام وقال يا بني الحديث كما حدثتك أم أيمن
وكأني بك وبنساء أهلك لسبايا بهذا البلد خاشعين تخافون أن يتخطفكم الناس فصبرا صبرا. ثم التفت الإمام إلى ولديه الحسن والحسين وقال: يا أبا محمد ويا أبا عبد الله، كأني بكما وقد خرجت عليكما من بعد الفتن من هاهنا وهاهنا، فاصبرا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ثم توجه إلى الحسين قال: يا أبا عبد الله، أنت شهيد هذه الأمة، فعليك بتقوى الله والصبر على بلائه، ولا يوم كيومك يا أبا عبد الله. ثم نظر إلى ولده العباس وكان واقفا يبكي، قال: إلي إلي بني عباس. وفي رواية: أخذ يديه وقبله. ثم أوصاه وقال: ولدي عباس، إذا حان يوم عاشورة أوصيك ألا تقصر في نصرة أخيك الحسين. ثم أغمي عليه وأفاق وقال: هذا رسول الله وعمي حمزة وأخي جعفر وأصحاب رسول الله، وكلهم يقولون: عجل قدومك علينا، فإنا إليك مشتاقون. ثم أدار عينيه في أهل بيته كلهم وقال: أستودعكم الله جميعا، سددكم الله جميعا، خليفتي عليكم الله، وكفى بالله خليفة. ثم توجه نحو السماء وقال: وعليكم السلام يا رسل ربي. ثم قال: لمثل هذا فليعمل العاملون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وما زال يذكر الله ويتشهد الشهادتين. ثم استقبل القبلة ومدد رجليه وأسبل يديه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حبيبي محمد رسول الله. ثم غمض عيني ثم شهق شهقة وفاضت روحه الطاهرة. عند ذلك صرخت زينب بنت علي وأم كلثوم وعليا وأبتا: يا أبويا يا أبويا، الله الله الله، يا أبويا يمتد قوم يلي صرت مسموم، لو رحت بويا يا أبويا من صغري
شفت عينا ما شوف امي تروح ابه وسمعت امي تصيح من حرقة المسمار وركضت عد وتمرمرت بهموم يا ابويا يا مظلوم زينب يتيمة اليوم زينب يتيمة عند ذلك اجتمعت جميع النساء وشققن الجيوب ولطمن الخدود وارتفعت الصيحة في البيت فعلم أهل الكوفة أن أمير المؤمنين قد فارق الحياة فأقبل الرجال والنساء يهرعون أفواجا وصاحوا صيحة واحدة وهم يكبوا التراب على رؤوسهم ويقولون بعدما ارتجت الكوفة بأهلها وكثر البكاء والنحيم فكان كيوم مات فيه رسول الله وتغير أفق السماء وسمع الناس أصوات الملائكة تسبح في الغواء والناس كانوا ينادون صيحة واحدة وإماما هل من منادي ينادي وعلي وسيدا مقدم الخرس نروح مراسم الاحياء ساعة السحر ما باقي الا سويعات الاذان الصبح سيدي كنت فيما بين اهلك كنت بين بناتك زيد حينما القت بنفسها على صدر امير المؤمنين جاء الحسن من طرف والحسين من طرف حملا زيد الحسين نشف دموع زينب نظرت الى اخيها الحسين بيك الزول ابو علي زينب هالليله ما صارت يتيمه ولكنها يوم عاشوراء قالت اليوم مات ابي اليوم ماتت امي يا الله يا الله بهذه الدموع الصادقة بهذه القلوب المؤمنة الآن توجهوا نحو القبلة يا الله إلى القبلة مراسم الإحياء ليلة القدر هنيئا لكم يا الله لا تشب دمعتك خليك الشكل مع البكاء إلهي انظر إلى هؤلاء المؤمنين إلهي ارحم هذه الدموع من أول الليل إلى الآن المجالس الناس حسينيات عندهم مراسم ولكن احنا رواد آخر الليل يا رب احنا نخذ وياهم إن شاء الله اغفر لنا يا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام من جميع ظلمي وجرمي من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه توبة عبد ذليل بائس حقير مسكين مستكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا الآن استغفروا الله توبوا إلى ربكم أحبائي شباب ليلة القدر لا نعلم في السنة الماضية إن شاء الله عمركم طويل أشوفكم كل سنة وكل عام ولكن ربما تكون هذه آخر ليلة من أعمالنا من رفع المصاحف توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الآن افتح المصحف الشريف أمام وجهك بيض الله وجوهكم في الدنيا والآخرة وحشركم مع القرآن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وأسماؤك وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار الآن اطلبوا حوائجكم لحظات استجابة الدعاء واعد من الإمام الصادق اسأل الله سبحانه وتعالى حوائج الدنيا والآخرة حوائج ما بعد الموت حوائج راحة القبر خلاصك من ضغطة القبر اللهم ارحمنا وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي يا الله رحم الله هذه الأصوات رحم الله هذه الدموع الآن بهذه القلوب الطاهرة غفر الله لكم ولوالديكم قبل القرآن وارفع القرآن على رأسك أسأل الله أن يرفع رؤوسكم في الدنيا والآخرة وأن يوفقكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق هذا القرآن
القرآن. وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك الآن. توجهوا بقلوبكم، انسوا الدنيا وما فيها خلفكم، القلوب متوجهة إلى الله. ساعة السحر لحظات روحانية هنيئة لكم على طهارة، طهارة البدن، طهارة القلب. مجلس أمير المؤمنين بدموع جارية نقسم على الله بذاتك المقدسة من أعماق قلبك نادي ربك بك يا الله، بك يا إلهنا نقسم عليك بشفيع البرايا برسول الله بشفيعنا يوم القيامة، إلهي بذلك النبي العظيم رحمة للعالمين أطروا أفواهكم باسمه الطاهر بمحمد بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. حمل النعش إلى النجف وإذا بهم رأوا زينب تعدو خلفه يا شيال النعش ما الله تدنى والله يرد البناته يودع يا الله. إلهي بذلك الجسد المبارك، إلهي نقسم عليك بأمير المؤمنين بحرقة قلب ريلة شهادة إمامنا أمير المؤمنين. أنا يقين عندي الإمام المهدي يبكي في هذه المصيبة، مع الإمام المهدي هو أيضا يرفع القرآن على رأسه ويناديه بعلي حينما جاء أمير المؤمنين ليغسلها وقف يبكي على الحائط، ما يبكيك يا علي؟ قال كنت أغسل فاطمة مرت يدي على ضلعها
رأيت ضلعها مكسورة يا إلهنا. نقسم عليك بالصديقة الزهراء أم الأئمة النجباء بحرقة قلب، نقسم على الله بفاطمة السلام. حملوا ذلك الجسد المبارك ليدفنوه عند رسول الله. الحقد الأموي أفرغ حقده، رموه بالسغام. لما أخرجوا الجسد من التابوت 70 نبلة على جسده المبارك. إلهنا نقسم عليك بكريم أهل البيت إمامنا المجتبى بالحسن بالحسن عليه السلام. قال هلال بن نافع: رأيت الحسين في اللحظات الأخيرة استأذنت عمر بن سعد أن أشأن أسقيه الماء. سكت اللعي. حملت الماء وأنا في الطريق رأيت السماء غبرت وغبت ريح سوداء. لما قربت رأيت الشبر قد حذر رأسه. إلهنا بسيد الشهداء بإمامنا وحبيبنا الحسين نقسم عليك بالحسين كربلاء يا رب. أوصوني خارج البلد داخل البلد بعشرات المرضى يسألوكم الدعاء. نقسم على الله بزين العابدين أن يمن عليهم بالشفاء العاجل يا الله. توجهوا إلى الله بقلوب صادقة. نقسم عليه بإمامنا الرابع بعلي بن الحسين زيارته في البقيع الغرقد ووفقنا لنشيد مرقده إن شاء الله. إلى غنى نقسم عليك بإمامنا الباقر باب الحوائج بمحمد بن علي محمد بن علي
السلام بزعيمنا وحبيبنا، ولنا الشرف أن يقال لنا في العالم جعفرية، ننتسب إلى الإمام الصادق. إلهنا نقسم عليك بهذا الإمام العظيم عالم آل محمد بجعفر بن محمد. بسجين بغداد. اللهم امن على أهل العراق بالأمن والأمان، اللهم فك قيد كل أسير، اللهم ارزقنا زيارة أئمتنا في العراق بباب الحوائج بموسى بن جعفر. يقول أبو الصلت الهروي: خرج الإمام الرضا من قصر المأمون عليه اللعنة، رأيته يجلس مرة ويقوم أخرى يتململ تململ السليم من شدة السوم. نقسم عليك يا ربي بغريب الغرباء بإمامنا الرضا ثامن الأئمة بعلي بن موسى. قتلته اللعينة أم الفضل ووضعت جسده في أشعة الشمس، جاءت طيور السماء ظللت على جسد إمامنا الجواد، ولكن اللعينة لما رأت يعز عليكم يا مؤمنين ألقت جسده إلى أسفل النار بشباب الأئمة. اللهم اقض دين المديونين. نقسم عليك بإمامنا الجواد منتصف الليل يا رب بمحمد بن علي، بمحمد بن علي، بمحمد بن علي، بمحمد بن علي، محمد ابن 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 علي. يا الله وجهوا قلوبكم الى سامراء.
إلى ذلك المرقد المهدم. لعن الله من هدم قبورهم. الحقد الأموي ضد أهل البيت إلى الآن. إمامنا الهادي كان غريبا في حياته والآن هو غريب بعد شهادته. نقسم عليك بإمامنا العاشر إمامنا الهادي النقي بعلي بن محمد. ارفع صوتك مع المؤمنين بعلي بن محمد. السلام بولده الإمام العسكري بذلك الإمام المسموم. رزقنا الله وإياكم زيارتهما في سامراء. نقسم عليك يا رب بإمامنا الحادي عشر والد الإمام المنتظر بالحسن بن علي. لا نعلم أين إمامنا المهدي. ليلة القدر إمامنا يبكي على جده. ليلة القدر يرفع القرآن على رأسه. إخواني أخواتي لا أعلم ربما إمامنا هذه الليلة إليه نظر في مجلسنا. ندعوه أن يأتينا يضع أقدامه على رموش عيوننا. سيدي ابن الحسن أنت المعزى. إلى أنا نقسم عليك بإمامنا وولي أمرنا وصاحبنا وسيدنا ومولانا. سيدي تكفينا شماتة الأعداء. سيدي يا ابن رسول الله أحدثك من على منبر جدك رسول الله. آلاف الناس هذه الليلة يتوجهون إليك يا صاحب الأمر. إلهنا نقسم عليك بإمامنا الثاني عشر بالحجة بالحجة قبل أن ترفعوا المصاحف من الرؤوس اطلبوا حوائجكم من الله. يا الله لا ترد من هؤلاء القوم حتى يدا واحدة. اللهم اقض حوائجهم بيض وجوههم اشف مرضاهم اقض ديونهم. الآن خذ القرآن بيدك اليمنى
واليد اليسرى نحو السماء، نتوسل إلى الله بدعاء الفرج. أسأل الله أن يفرج عنكم جميعا الكل. هذه الأصوات الآن ترتفع إلى السماء، ملائكة الله يسجلون أصواتكم في ظلام هذه الليلة. وين ما واقف خلي صوتك مع المؤمنين، لا تسكت، الكل مع بعض ندعو. إلهي عظم البلاء ومرح وانكشف Yeah.
استجابة الدعاء ليلة القدر منتصف الليل تحت خيمة أبي عبد الله الحسين، مضى باستجابة الدعاء. إذا هنا الله ما يستجيب بعد وين يستجيب لكم؟ اعرفوا قدر أنفسكم، حاول الدمعة تنزل من عينك، مع الدمعة مع القلب المنكسر سألوا الله سبحانه وتعالى قضاء جميع الحوائج. يا الله رحم الله دمعتك، رحم الله هذه العبرات، هنيئا لكم. اطلب حبيبي، اطلب، اسأل، لا تنسوا حوائجكم، اصحاب الحوائج الصعبة الذي عندهم مرة جايين من مجلس متوسلين. الهي لا تردهم يا رب لمحمد وآل محمد، اطلبوا حوائجكم من الله.